ميغان فوكس. الله، البنت عيونها زرق، احنا نشتريها من المحلات وهي عيونها زرق البنت. بس كمان يمكن سحبة العين، عرفت يعني؟ انا كمان يوجولي على التلفزيون اعمل ميك اب وكذا، بس انا يوجولي من غير ما احط كحل بس. أيوة. فهي يمكن هذا الشبه. هذا الشبه، اوكي. وعد تفكر في ارتداء الحجاب؟ شوفي، انا يمكن الصوره لاني يعني كنت حاطه الغطاء. شوفي، كل مره تتمنى مو تتمنى، يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، لا مني ولا منك ولا من احد ياثر على الثاني. كلنا نتمنى الله يهدينا ونتحجر ان شاء الله ويقوي ايماننا. اللهم فعلا. زواج محمد عبده من الفنانه السعوديه وعد؟ لا اكيد طبعا لا. استاذ محمد حبيبي، انا من اشد المعجبين. وايد وعد نربط اسمك مع فنانين، مع انه صدقي عاد انا حريصه اني انا ابعد من حكايه يعني سواء، اكيد يعني اسمي يرتبط مع محمد، شرف لي من هنا لبيروت اذا بغيتي، بس ما اكيد لا يعني استاذ محمد. تلاقي زواج الفنانين مثلا مطرب من مطرب او ممثل من ممثل ينجح؟ إذا كانوا ماخذين مصالح مشتركة ما ينجح. أي مشروع إذا مصالح ما ينجح. فعلا. خجلت من عقد روتانا لأنه مجحف بحقي. نعم يا سيدتي، نعم يا سيدتي. على طاري نعم سيدتي، ولكن إيه ولكن هل عسيتي فيه؟ بس نسمع وعد ساعة تكون مع روتانا وتمدح فيهم ساعة، لا ظلموني وما أنا ما زلت أمدح فيهم والبكرة أمدح فيهم، وروتانا اللي يرضى واللي ما يرضى أكبر شركة في العالم العربي. أنا قلت أنا شوفي يعني أعرف واضحة فيري أنه مرة واضح حلو فيري خير إن شاء الله. المهم أنا جدا واضحة في حكاية حديثي واختياره. أنا لما قلت على العقد قلت العقد اللي قدموه لي. أيوه. ما قلت روتانا مهيب زينة، يعني الواحد ما ياكل في الصحن وهذا أبدا. بالعكس أنا شوفي، والدليل أنه إيش من جد كني عادل إمام، والدليل ألولو. وأنا في افتتاح محلي كانوا موجودين، أي مكان أنا موجودة في روتانا دائما تغطي أخباري. وما يقصر. ما يقصروا معايا. فأنا العقد اللي معاهم بس صدري، تعرفي ليه؟ انت لما تعتبي على احد من ايش؟ من زود المحبه طبعا، والعتب يقولوا مو من المحبه. انا لما اعتب على روتانا لانه انا سعوديه بنمره واستماره على قولهم، انا سعوديه واكبر راس يرضى ما يرضى يقول انا سعوديه. ما حد تقدر يشكك. أوكي. طبعا شوف، انا لما اعتب على شركه سعوديه يطلع لي طبعا ترومين. زي لما اعتب على مهرجان خليجي يمكن العتب شوي يخف لانه سعوديه اقوى يعني، كمان اعتب عليهم يحق لي. اذا انا ما طلعتوني في مهرجانكم او في شركتكم كان انا لي فايرتي من الارقام الاولى، خلينا نقول لانه في فئات طبعا، اجل مين؟ تحطوا مين؟ هل ممكن لانه الاداره مش سعوديه، كويتيه، ظالمه شوي وعد؟ والله الله اعلم. الله الاعلم هذه ما اريدها. الله الاعلم الاعلم لا الله الاعلم لا شك بس لا ما بيها كاجابه، ابيها ك تبي شيء واثق اكثر. يمكن فعجبتك ما ادري تبي اكثر. ايوه شريره، صحي انك شريره، انا احب الكويتيين يا ولد تتكلم عنهم. لا لا طبعا كلنا نحبها، لا بس قلتي يعني لا فهمت عليك. ايوه لا تدري ليه؟ لانه الحرص بعد العقد اتصلوا فيا من خلال شركه من شركات الروتانا انه فلان يسال وايش صار وما ادري وش. قلت صار عندكم الكوره عندكم الحين. انا قلت، انا واحد اثنين ثلاثه قلت، مش طلبات. انا قلت العقد اذا قريتوه مضبوط وتقبلوا فيه علي انا بكره اوقعه. انتم تعتقدوا انا ليش عصبتوا بالكلمات صرت؟ فانا ما اقبل اعمل شيء هم مقابلين علي. هل انت يعني على قولتك قلتي عصبت؟ هل في قلبك محروق؟ اكيد اكيد اني انا افتح الموضوع. انا على فكره انا ما اعتبره قله قيمه انك انت تعتبي على احد، لا ابد، لانه هذا من 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 قيمته اني انا اعتبر عليه. تعتبي عليه بالضبط فعلا. اوكي. رحب بأي عمل سينمائي أمام الزعيم، بس أمام الزعيم؟ تبغي الصراحة تضحك عليه عشان لا يزعلوا علي من أهالي الفن والتمثيل، يعني أنا عندي أختي سناء ممثلة يعني تدري وكذا، ما أحضر أنا تلفزيون، أنا أحضر مسلسلات أجنبية. أحس أنها يا أختي نستفيد منها، وفي رمضان عندنا إحنا موسم التمثيل تعرفوا المسلسلات، أنا في رمضان ما أتفرج تلفزيون، في رمضان لرمضان، أوكي؟ شو بالنسبة لي الشيء الوحيد اللي إلى الآن عربيا أحضره غير درب الزلق يعني عادل إمام، إيش ما طلع أحضره. أوكي. إيش ما طلع يعني، والسينما أنا بالنسبة لي فيلم عربي في السينما بس عادل إمام أحضر.
عندي غرام لهالرجال يعني. أيوة. كلنا نحبه، ما اعتقد في احد ما يحب فنان عربي عادل امام. سو لما يقعدوا يقولوا لي هيك، لا اكيد لا، انه انعرضت علي مسلسلات وانعرضت علي افلام وهيك، بس كلها مو بمستوى، مستواها رائع بس ما تناسبني. ما تفكري تدخلي الدراما الخليجيه؟ لا هذيك اليوم كنت رحت تصوير سنة. لا لحظة لحظة لحظة، لا تغير الموضوع، لا تغير الموضوع يا اختي. شريرة، مذيعتكم شريرة، وين والله من شرك يا نادية. اي التعبير يعني قال، تكلم هو التعبير، تكلم عن نفسه. دراما، قلتي دراما خليجي، دراما نكد، نكد زعل وطق وطقيق. اخر مسلسلات عرفت انه فيها طق وشو؟ لا ليه؟ لا انا مع المسلسلات، يمكن او انا اشوف نفسي في المسلسلات يا تكون كوميك او اجتماعيه، يعني شويه فيها هيك يسموها توجه استعراضيه. لا أيوة. فيها مغنى. ايوه شفتي، تتذكري الله يرحمها ويغفر له، يرحمهم الاثنين. هي وهو. ايوه احمد زكي، واحمد زكي. هذا انا هذا الستيل. ايوه هذا الستيل اللي الاقيه، يعني ما ادري يمكن على الاكاد الاقيه. ما نعرض عليك فوازير؟ نعرض عليه بس انا خاف، ما حبيت يعني حكون موجوده في حكري محكوره بينا. انا افضل في قناه تكون يلا ان شاء الله. كمان انا يعني طرار مشارط، قاعده تامر على اختي، اعرف وش من حقك، من حقك والله. قلتي الله يعيننا على فن اليوم، والبعض يستعين بفتيات من غير هدوم. يا اخي ايش النت لما الواحد يتذكر كلامه. هذا صحيح، يعني نحكي، انا على فكره لما اقول هالكلام ما اقوله كاني فنانه، اقوله كمشاهده. كمشاهده، يعني انا جت فتره من الفترات عمر بنتي كان 6 سنين، كنت مانع عندها كذا قناه، لانه حقيقي في اغاني، لانه مره دخلت عليها لقيتها قاعده ما ادري ايش تعمل، قلت خير؟ قلت هذه الاغنيه ما ادري ايش، من جطة صدري، لا شعوريا حسيت انه تلفزيون انا اوريك فيه، شلنا القناه. قناة تحسي الاغاني في لازم يحطوا فوقها فوق ال 18 سنه، ما يحضرها الا 18 سنه. في فنانين او بالاحرى المخرجين هم يعني يقترحوا على الفنان انه احنا نجيب كذا مطرب، كذا راقصه او استعراضيه عشان يكونوا معاك، بس يجيبوهم من غير هدوء. يعني هم يكلمونا احنا نلبسهم، ما عندنا مشكله بالضبط. الحين انا مسيطره، اقول لهم على وضع الملابس، فكرة الملابس نلبسهم ببلاش. بس عرفتي انا الحين ما اخذتها يعني كوميدي شوي، بس لا سيريسلي شيء موضوع يزعل، انه تتذكروا انه في عندنا بناتنا وعيالنا واهلنا، ما يصير يعني ما اقول لك انا زيادة على اللزوم، بس حلو الوسط، خير الأمور الوسط مرة حلو. منو تتخيلين يعني العتب على منو؟ على القنوات، على المخرجين، على الوزارات، وزارة الإعلام. أنا أقول وزارات الإعلام لو يعملوا ترخيص كارنيه لكل فنان، أنت طلعت فئة ألف، فئة بي، فئتها، أي أغنية تعملها سواء خاص أو عام، هذا اقتراح يعني، سواء عام أو خاص تعملها، إذا ما تمر على نقابة الفنانين أو الوزارة ما تنزل. سواء نزلت في قناة خاصة أو في قناة عامة ما تنزل. يعملوا شوية حصر. احنا في الخليج ما عندنا للحين نقابات فنانين تبين يعني ماشي الحال، بس احنا على فكرة نمشي زي السلحفة في الخليج، ولكن نمشي على أساس ننتبهي شوي، شوفي كيف التقدم اللي عندنا، مو تقدم سريع وبعدين نهبط، لا. أيوة. نعمله على أساس، ماشي الحال. أيوة. بس بشكل عام الفنان الخليجي الحمد لله احنا شويه وضعنا يعني عارفه، وكان القلوب على بعضها. تعرف عندنا مشكله ايش؟